اولا نعرف كده الساده المشاهدين النظام الجديد ده الخاص بالاوبن بوك والكتاب الخاص بالمفاهيم اللي هو المدخل للامتحان. ازاي طلابنا ممكن يتعاملوا مع الاسلوب ده في الامتحان؟ طبعا عشان الطلاب يدخلوا في امتحان بنظام جديد ما تعودوش عليه طول مراحل التعليميه السابقه، فلازم يفهموا طبيعه مفهوم امتحان الاوبن بوك، ولازم يعرفوا فوائده وايجابياته، ويعرفوا كويس ان الاوبن بوك ده جه مواكب للعصر واستثمارا للمهارات اللي هم بيمتلكوها بالفعل، استثمارات البحث العلمي. فده تحول من تحول التعليم التقليدي الى التعليم السحابي. السحابي معناه ان احنا خلاص ما فيش حاجه اسمها كتاب مغلق، ما هو ده التعليم الاوبن بوك، مناقض او بديل للكتاب المغلق. ما فيش كتاب مدرسي نقعد نحفظ فيه، نقعد مهارة نستنى. البحث هي المهارة اللي بيقيسها الامتحان. ايوه بالظبط. احنا هنا هو دايما التعليم بنقول عليه المدارس ما فيش حاجة اسمها تعليم، في حاجة اسمها تعليم وتعلم. فيمكن الاوبن بوك هيغطي جزء التعلم اللي هو التطبيق، تطبيق للمعلومة اللي بيدرسوها من خلال المعلمين، يعني بيدي المعلومة اللي هي الكتاب المفاهيم، المفاهيم الأساسية دي التعليم. بعد كده بتدي يفهم وياخد المفاهيم دي ويطبقها، ويطبقها من خلال بنك المعرفة. طبعا في الوزارة بتتيح الوسائل المتعددة اللي بتساعد الطالب ان هو يتدرب على الاوبن بوك. معناه ان المعلومة مش واحدة، مش من مصدر واحد، من مصادر متعددة. البحث من خلال بنك المعرفة، وده اللي متاح، وده اللي أتاحته وزارة التربية والتعليم، يقدر يبحث بقى عن المعلومة والمفهوم اللي هو اتعلمه في كتاب المفاهيم، وبالتالي بياخد معلومات من أكتر من مكان. فده هيساعده إن الامتحان مش هيبقى من كتاب تقليدي واحد، نستنى آخر السنة ما نذاكرش، ونستنى آخر السنة نحفظ الكتابين حفظ واستظهار، ونيجي نوصل في الامتحان. فبالتالي الأوبن بوك هو أتاح أن طول السنة هيفضل الطالب مشغول بالامتحان، مش مشغول بالامتحان، مشغول بالتحصيل والبحث والفهم والابتكار والإبداع. يعني الأوبن بوك الحقيقة من مميزاته أنه هو بيدي مستويات معرفية أعلى. يعني إحنا مش معرفة وتذكر فقط، دي كانت التعليم التقليدي في الكتاب المغلق، لكن دلوقتي في اللي هو التعليم السحابي اللي بيفتح مهارات متعددة هم بالفعل بيمتلكوها.